ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا الفرحة العارمة للإيفواريين بعد التأهل إلى دور الثمن بفضل المنتخب المغربي. ما إن أعلن الحكم الغابوني باتريك مبيامي عن نهاية المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الزامبي مساء أمس الأربعاء بملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو بالكوت ديفوار برسم الجولة الثالثة لحساب المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا بفوز أسود الأطلس بنتيجة 1-0، حتى عمت أجواء هذه المدينة الساحلية مظاهر احتفالية صاخبة تعبيرا من الجمهور الإيفواري عن فرحته وبهجته بالتأهل إلى دور 16. هذا وحرص مئات المشجعين على توجيه الشكر للمغرب وهم يطلقون العنان لمنبهات سياراتهم وتردد شعارات النصر إدانا بتأهل منتخبهما بعد فوز أسود الأطلس على منتخب الرصاصات النحاسية. ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الجنوب إفريقي في دور 16 يوم الثلاثاء المقبل، فيما تواجه الكوت ديفوار السنغال يوما قبل ذلك.